بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنراجع الكونتكست فري جرامرز. احنا خدناه في الترم اللي فات بس هنراجعه في المحاضره اللي احنا محتاجينه بعد كده في المحاضره التاليه على طول. الكونتكست فري جرامر اللي هو سي اف جي هنقول ان شاء الله كده نتكلم على الديفينيشن بتاعه، يعني ايه سي اف جي، يعني ايه بارس تري، يعني ايه امبيجوتي. المثال ده خدناه قبل كده، هو الاريثماتيك اكسبريشن. الاريثماتيك اكسبريشن عباره عن الاكسبريشن اللي احنا بنستخدمه في حياتنا من ابتدائي وقبل ابتدائي. كنا بنجمع ونطرح ونضرب ونقسم، كنا نتبع بنمشي باستخدام بعض القواعد. القواعد هي اللي موجوده قدامنا. القاعده الاولى بتقول لي ايه؟ بتقول لي جميع الانتجر ار اريثماتيك اكسبريشن. طبعا لما اقول هنا لو قلت numbers يبقى برضو الجملة صحيحة. ليه؟ لأن الانتجر أحد أنواع numbers زي الريال والإكسبوننشال والانتجر. القاعدة التانية بتقول لو عندي اتنين arithmetic expression، يعني ممكن يكون عندي اتنين عددين، لو جمعتهم الناتج يطلع لي arithmetic expression، لو طرحتهم، لو ضربتهم، لو قسمتهم. طبعا القسمة هنا في حالة خاصة شوية، لأن البي لازم ما تكونش يساوي صفر. او حطيت اي اكسبريشن من دول، اي اريثماتيك اكسبريشن من دول بين قوسين، يبقى الناتج بالنسبه لي عباره عن اريثماتيك اكسبريشن. البرودكشن رولز بتاعت الاريثماتيك اكسبريشن اقدر اعبر عنها، بقول انا عندي هنا الاريثماتيك اكسبريشن ده اختصار، بقول ممكن نعبر عنه بانتجر. لو عندي اتنين arithmetic expression لو جمعتهم يطلع لي الناتج arithmetic expression، لو طرحتهم، لو ضربتهم، لو قسمتهم، بس عارفين طبعا الكونديشن، او حطيته بين قوسين، المنظر قدامي ده عباره عن production rule او CFG. اقدر احوله الى صوره اسهل شويه اللي هي الطرف الموجوده في الطرف اليمين، ان انا بقول SD دي اللي هي start here ببدا منها، عباره اقدر اعوض عنها بايه. الاي دي ممكن تكون انتجر، الاي دي ممكن يبقوا اتنين مجموعين او مطروحين او مضروبين او مقسومين او اي واحد فيهم بين قوسين. طبعا لما اقول ايه زي ما اقول بي بالظبط، يعني نفس المنظر ده ممكن نحطه بس في صوره افقيه، بدل ما احطهم 2 4 6 7 6 برودكشن رول، ممكن احطهم جنب بعضهم. او الاس بتديني ايه، الاي ممكن تكون انتجر او A plus A أو A minus A أو A في A أو A على A أو A بين قوسين. المنظر ده اسمه باكوس نور. المنظر الأولاني ده اسمه CFG. التعريف بتاع CFG عبارة عن مكون من ثلاث حاجات. أول حاجة ألفابت اللي فيها كلها اسمها terminals، مجموعة symbols بقول اسمهم non-terminals، وواحدة فيهم بس اسمها S اللي هو start here. الجزء الثالث من السي اف جي عباره عن مجموعه برودكشن رول. الطرف الشمال يبقى نون تيرمينال، الطرف اليمين عباره عن اما اقول هنا فاينل سترينج اوف تيرمينال اند اون نون تيرمينال، يبقى الطرف اليمين بتاعي تيرمينال او نون تيرمينال او الاثنين مع بعضهم. اهم حاجه في القصه دي ان لازم على الاقل برودكشن رول واحده تحتوي على حرف الاس اللي هو start here. لو انا خدت شفت المثال اللي موجود قدامي ده، المثال ده بيقول لي ايه؟ عندي هنا ثلاثة production rule. البرودكشن الأولانية S بتديك AS أو S بتديك SA أو S بتديك لامدا. الثلاثة دول عبارة عن ثلاثة rule. هل دي CFG؟ أيوة، لأن في عندي على الأقل عندي only one capital S اللي هي start here موجود عندي. إيه؟ في عندي مجموعة من التيرمينالز اللي هي الالفابت اللي هي حرف سمول اي، ومجموعة من نون تيرمينال هو الكابيتال اس. عندي ثلاثة برودكشن رول ممكن احطهم في صورة رأسية زي هنا، اقول اس بتديك اس اي، اس بتديك اي اس، او اس بتديك لامدا. السؤال دلوقتي لو انا عندي دلوقتي كلمة مكونة اي 4 اي 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 اي، هل اقدر استنتجها من هذه السي اف جي؟ بقول اول حاجه بقول اس اقدر اعوض اس من رول رقم واحد، اس اقدر اعوض عنها باس اي. اخد بالي من حاجه، ان هنا طرف الشمال ده عباره عن ارو بس سنجل لاين، هنا ارو بدبل لاين. العمليه اللي انا بعملها هنا دي اسمها ديريفيجن. العمليه اللي بعملها اسمها ايه؟ اسمها ديريفيجن. بينما المنظر ده اسمه سي اف جي،
الفرق ما بينهم ان انا هنا لو عندي كلمه انا عاوز استنتجها بشوف هل الكلمه دي مستنتجه من الجرامر ده ولا لا. لو عرفت استنتجها يبقى الكلمه دي موجوده في اللغه، لو ما عرفتش يبقى الكلمه دي مش موجوده في اللغه. الخطوات بمنتهى البساطه بقول اس تديك اس ايه، اقدر اعورها باس ايه. الاس دي اقدر اشيلها باستخدام البرودكشن رول دي، اس اهي اعوض عنها باي اس، يبقى الاس دي اقدر اشيلها واعوض عنها باي اس. والبرودكشن رقم 2 طبعا بقول 2 او 1 بتديك نفس النتيجه، اقدر اشيل اس دي واحط مكانها اي اس. الاس دي اقدر اشيلها واستخدمها اعوض عنها بالرول رقم 1 اهي، رول رقم 1 باس ايه. الاس دي اقدر اعوض عنها بالبرودكشن رقم 3 او الرول رقم 3 اعوض عنها بلامدا، يبقى عندي اي اي لامدا اي اي. طبعا هي وجود لامدا جنب كلمه سواء في اليمين او في الشمال او في النص لا تعني انها موجوده اساسا، لانها ام بي تي سترينج زي ما احنا قلنا. في الحاله دي يبقى الكلمه اللي موجوده قدامي عباره عن اي 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 اللي هي موجوده. يبقى الكلمه دي لو ظهرت، لو قدرت استنتجها باستخدام الاسلوب ده اللي اسمه الديريفيجن، يبقى الكلمه دي موجوده جنريتد من اللغه. لو ما عرفتش استنتجها تبقى الكلمه دي نوت جنريتد في اللغه. اقدر استنتج برضو نفس الكلمه باستخدام حاجه اسمها البارس تري. البارس تري عباره عن ايه؟ برضو نفس الاسلوب، بستنتج بيه الكلمات، بشوف الكلمات دي جنريتد ولا لا. بقول اس هنا ببدا ستارت هير، ببدا من الاس. اس اقدر اعوض عنها باس ايه اهي زي الموجوده في الجهه اليمين. الاس دي اقدر اعوضها باي اس، الاس دي اعوض عنها اي اس، الاس دي باس اي، الاس دي اعوض عنها بلامدا، يبقى عندي الكلمه اي اي لامدا اي اي. في الحاله دي لامدا وجودها داخل الكلمه او على اليمين او على الشمال من اي كلمه لا تعني انها موجوده اساسا، يبقى الكلمه اللي جنريتد اي 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 4 اي وهي الكلمه فعلا المطلوبه. الديفينيشن بتاع السي اف جي هي عباره، لو عندي لغه جنريتد بالسي اف جي يبقى هي هذه اللغه اسمها كونتكست فري لانجوج. احنا قلنا قبل كده لو عندي ريجو اكسبريشن بنيت عليه لغه يبقى هذه اللغه اسمها ريجولار لانجوج. طيب لو عندي سي اف جي بنيت عليها لغه يبقى اللغه دي اسمها سي اف ال، سي اف ال كونتكست فري، هنا جرامر هنا كونتكست فري لانجوج. ده ديفينيشن بيجي لك في الفول سترو لازم تبقى انت عارفه. طيب في هنا حاجه برضو مهمه جدا، كلمه امبيجوتي. امبيجوتي يعني ايه؟ يعني كلمه تحتمل اكتر من معنى. ده معنى ايه؟ معنى كلمه امبيجوتي. طبعا هنا امبيجوتي عندنا احنا في اللغه في اي لغه لغات الناتشرال ممكن يبقى في لغات كلمات كتيره او اكسبريشن كتيره فيها امبيجوتي. زي على سبيل المثال لما بقول 7 اب، 7 اب لو جيت اترجمها حرفيا هلاقي 7 اب يعني معناها 7 فوق، لكن المعنى الاخر بتاعها ان 7 اب دي معناها سوفت درينك، يبقى دي اسمها امبيجوتي. في عندي ممكن يحصل امبيجوتي في البارس تري، ايوه يحصل امبيجوتي ليه؟ نشوف المثال اللي قدامنا هو نفس المثال اللي خدناه قبل كده، بس هتلاقيني الكلمه اللي هي 4 ايه جنريتد الطرف الشمال اللي احنا لسه مستنتجينه حالا، واقدر استنتجها باسلوب اخر او الاس باي اس اللي هي من البرودكشن الاولانيه، والاس اي اس والاس اي اس والاس اي اس والاس الاخرانيه تديك ايه، يبقى اي 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 4 اي كونكاتينيت بلامدا معناها 4 اي. يبقى اللي انا بص هنا لقيت استنتجت الكلمه 4 اي مره بالبارس تري على الشمال ومره بالبارس تري اللي على اليمين، يعني طلع لي 2 بارس تري. يبقى هذا الجرامر اللي هو اللي قدامي اللي فوق ده يعتبر اسمه امبيجوس جرامر. ليه؟ لان عمل جينيريشن لاكثر من بارس تري لكلمه واحده. ابص على المثال اللي موجود قدامنا اللي هو المثال الاولاني اللي احنا خدناه اللي هو الاريثماتيك اكسبريشن. لما ابص على اما اقول 4 زائد 2 مضروبه في 3، 4 زائد 2 مضروبه في 3، ابص كده ايه اللي هيتنفذ في البارس تري الاولانيه دي؟ طبعا هي جت جنريتد منين؟ بقول الاس بتديك ايه؟ اس بتديك ايه؟ والاي اقدر عنها اعوض عنها باي زائد ايه؟ الاي دي باربعه. طبعا الكلمه اللي موجوده عندي اسمها 4 زائد 2 مضروبه في 3.
أربعة زي اتنين مضروبة في تلاتة أقدر أستنتجها بأسلوبين مختلفين، وكل تري من دول بيطلع لي بقيمة مختلفة عن التانية. يعني هنا عوضت S بتديك A، S بتديك A، وبعدين A بتديك A زائد A، A بتديك A زائد A، وبعدين A الأولانية دي أقدر أعوض عنها بأربعة. طيب الـA التانية دي أقدر أعوض عنها بالضرب، اللي هو A بعوض عنها بA مضروبة في A، يبقى A مضروبة في A، يبقى A أعوض عنها باتنين مضروبة في تلاتة، يبقى اتنين في تلاتة. طبعا البارس تري اللي موجود في التري من تحت هو اللي بيتنفذ الأول، يعني اتنين مضروبة في تلاتة بستة، أجمع عليها عشر، أربعة تبقى عشرة. طيب أشوف هنا استنتجتها إزاي. بقول S أقدر أعوض عنها بA، أهي S أعوض عنها بA، والA أقدر أعوضها بعملية الضرب، A مضروبة في A. الA الأولانية اللي هو على الشمال دي أقدر أعوض عنها بA زائد A. طب ليه عوضت عنها بA زائد A ما عملتش الناحية التانية؟ ليه؟ لأن أنا عاوز الإكسبريشن اللي يطلع لي أو الكلمة اللي تطلع لي 4 زائد 2 مضروبة في 3، 4 زائد 2 مضروبة في 3. أشوف هنا الفاليو اللي هنا طلع بكام؟ 4 زائد 2 ب 6، 6 مضروبة في 3 ب 18. يبقى البارس تري اللي على اليمين طلعت 18، والبارس اللي على الشمال طلعت ب 10. اتنين فاليوز مختلفين لنفس الكلمة، يبقى هذا الجرامر ambiguous جرامر. كلمة ambiguous معناها ايه؟ كديفينيشن لو عندي السي اف جي يعتبر ambiguous امتى؟ لو طلع لي اكتر، يعني اتنين او اكتر different parse tree، يبقى هذا الجرامر، هذا الجرامر ambiguous. وفي الحالة دي لو الجرامر ده not ambiguous بسميه unambiguous grammar. يبقى الـ unambiguous grammar هو الجرامر اللي بيطلع لي لكلمة واحدة parse tree واحدة. طب والـ ambiguous grammar هو اللي بيطلع لي أكتر من اتنين، طبعا اتنين أو أكتر، أكتر من parse tree، وكل قيم بتاعتهم مختلفة. أبص على الجرامر اللي موجود قدامي ده اللي موجود في الشمال، S بتديك SA و S بتديك AS و S بتديك لامدا. طب والطرف اليمين S بتديك AS و S بتديك لامدا، اتنين جرامر مختلفين. طيب الاتنين الجرامر المختلفين دول ممكن كلمة واحدة تطلع لي من هنا وتطلع لي من هنا، الله، يعني ممكن يكون الاتنين different CFG ولنفس الكلمة تطلع لي نفس البارس تري. ايوه، لكن هاخد بالي من حاجه، اللي موجود على الطرف الشمال ده هيطلع اتنين ديفرنت بارس تري اللي هو ظهرت قبل كده من 3 سلايد 4 سلايد لسه شايفينها دلوقتي، بينما اللي موجود على اليمين ده بيطلع لك واحده بس، يعني كلمه اسمها 4 ايه. الجرامر اللي موجود على اليمين ده هيطلع لك اونلي وان بارس تري، بينما اللي موجود على الشمال لنفس الكلمة A هيطلع لي اتنين different parse tree. يبقى اللي موجود على الشمال ده ambiguous، واللي موجود على اليمين ده unambiguous. نفس المثال احنا هناخده تاني، بس هناخده للarithmetic expression ده احنا طبعا عارفينه اهو، هذا الجرامر، والجرامر التاني ده عبارة عن unambiguous form. يعني ببص كده، ده ambiguous grammar وده unambiguous grammar. من الديفينيشن بتاع كلمة ambiguous و unambiguous، ده الموجود على الطرف الشمال اللي هو لونه أصفر، الفريم بتاعه لونه أصفر، ده هيطلع لي اتنين different parse tree، بينما اللي موجود على اليمين هيطلع لي only one parse tree. نشوف كده، لو عندي الكلمة 4 مجموعة على 2 في 3، طبعا 2 في 3 هتنفذ أول وبعدين أجمع عليها 4. الجرامر الأولاني اللي هو ده اللي هو على الشمال اللي هو ambiguous هيطلع لي 2 different parse tree، 4 زائد حصل ضرب 2 في 3، 2 في 3 ب 6 وزائد 4 يطلع لي 10. بينما اللي موجود على اليمين ده، اللي موجود على اليمين 4 زائد 2 ب 6، 6 في 3 ب 18، يبقى 2 different parse tree بهذا الجرامر ambiguous grammar. لو عملت نفس العملية مع نفس الكلمة الجرامر التاني بقى اللي هو الان امبيجوس هيطلع لي only one parse tree. وطبعا لما لاحظ هنا الاقي فصلت عملية الجمع والطرح عن القسمة والضرب. ليه؟ اللي موجود عندي في التري من فوق هو اللي بيتنفذ الاخر، واللي موجود تحت هو اللي بيتنفذ الاول، يعني كأن عملية الضرب هتتنفذ الاول وبعدين عملية الجمع. هو نفس المثال ده اللي احنا اخدناه في الجرامر، اخدناه في الكمبايلر، المثال بتاع الارثماتيك اكسبريشن، وده قلنا مثال مهم جدا. اتمنى لكم طبعا التوفيق، واشوفكم على خير.